شو كنت تعمل محلي لو شفت هيك تهديد؟ قريت شو مكتوب؟ موضحين هن ما كان قصدهم يأسوك، بس كانوا رح يقتلوك إذا أنا ما رجعت على لبنان. إن الرقم المطلوب غير متوفر. الخط مغلق. بس منو إلا مصلحة يريد يسوي هيك؟ وشلون ما انتبهت يصوروني؟ بيان كانوا عم بيصوروك بالسر، بس يقلون مصلحة يبعتونا عنك معروفين. خالد معروفين؟ قصدي جهلي؟ لا، ما بحس بيك وامك بيعملوا هالشي، بس يمكن يكونوا زينة واميرة. ليش ده تفكرين هيك؟ لأنه تصرفات زينة آخر فترة ما كانت موزونة. تخيل إجت حطت إيدها على بطني، قال بدها تحس بابنها مثل ما أنا بحس فيه. خوفتني. بس زينة طول عمرها إنسانة متوترة وقلقة. خلينا لا نستبق الأمور. هذا الرقم راح أعرفه أنا، وبعدين أعرف شلون أتصرف. راح أرجع أقول لك. أهلا وسهلا أستاذ، شو تحب تطلبه؟ بعدين حبيبي. راح ارجع اقول لك اللي سويتيه غلط، كان لازم تقولي لي. ليش كنت عم شوفك لقلك؟ كنت كل ما احكيك تكون مشغول وتقلي منك قادر تحكي. حقك علي. شو كان قصدك لما قلت لي اذا بتعرف ظروفي بتقدري وضعي؟ اكتشفت شيء بالشركه، قضيه تبييض اموال، وصور أبوي العلاقة بيها. تبييض أموال؟ نعم. نبيل الورقة لكل العالم تحلف وحياته وبهمه اسم العائلة ببيض أموال؟ جاي أقنع نفسي أن أكون غلطان. باكر أنا راح أروح للشركة وأعرف كل شيء. إن شاء الله تكون غلطان. إن شاء الله، وإلا راح أترك كل شيء وأطلع. شنو على بالك تاكلين؟